فتيات، أنا مصدومة. أمي، إنها ضد علاقتي مع صديقي الجديد ماركوس. لا أفهم، ما الذي لا تحبه به؟ أجل ديانا، أنا مصدومة. لكن ماركوس شاب ظريف، أما أنا فأمي أخبرتني أن جيرا شاب أفضل من آيس بكثير. بس هل عرفت جيرا على والديك؟ أجل وماذا؟ يجب أن يعرفوا من الذي يوصلني للمنزل. فتيات، ولما لا تسألونني أنا ما الذي قالته أمي عن سلافا؟ أري حسنا، ما الذي قالته أمك عن سلافا؟ أمي أخبرتني أن سلافا يشبه صديقها في شبابها، وقالت أنه لدي ذوق رائع. واو، أنت محظوظة ماري. أما أمي أنا قالت أن ماركوس ك الشجرة. حسنا ديانا، ماركوس يشبهها. يمكنني أن أمر للمرأة؟ لا، ماركوس رائع فتيات. يكفي ديانا، أهم شيء أنك تحبينه، ليست أمك هي من ستواعد ماركوس. هذا منطق. كيف أختار طلاء أظافر يناسبني؟ أبيض، وردي، أو ربما غامق؟ لقد وجدت الحل. أعزائي، يمكنكم مساعدتي. قوموا بتنزيل لعبتي الجديدة ديانا السيتي وجربوا أظافري في صالون التجميل. شاركوني اختياراتكم وأخبروني ما هو لونكم المفضل. رابط اللعبة في الوصف. قيناسيا، لهذا لن أدعه أبداً. فتيات، إن أخبرتكم شيئاً ألن تخبروا أحداً؟ هل سبق وأخبرنا شيئاً عن أحد؟ نتواجد بمفردنا هنا ماري. أنا تعلمون أن سلافا موسيقي، وعدني أنه سيكتب أغنية عني. ماري، إذا ستبدأين الغناء قريباً. هذا ليس مضحكاً، سأسيطر على العالم بأغاني سلافا. أحلمي، لا بأس. اسمعوا أولاد، نعلم أنكم تواعدون المتمردات، ألا تريدون أن تقولوا شيئاً لصحفية المدرسة؟ كيف هي مواعدة المتمردات؟ لا نعطي التصريحات هذه خصوصية. أنت خجول جداً، أهذا صعب عليك؟ ليالي لن يعطوك أي تصريح، إنهم خجولين. سمعنا الكثير عنكم، أنتم فئران المدرسة، لا نتحدث معكم. ماذا؟ بنات لا تقلقوا، سأجعلهم يتحدثون. أيمكنكم أن تعطوا التصريح لليالي؟ إنها أفضل صحفية في المدرسة، ستصبحون مشهورين. واو، كيف يدافع راين عنا؟ ما المشكلة، يمكنك أن تواعديه مجددا. نحن مشهورين في مدرستنا، لقد قمت بما علي. أوبا، انظروا من هنا. لا توجد ديانا، يمكننا التحدث معهم. إذا أولاد، مقابلة. سعداء برؤيتكم، لاعبين سلة، نحن أيضاً. سيكون مقالاً رائعاً. جئتم لمدرستنا لتسرقوا فتياتنا؟ هل فقدتم عقلكم؟ اخرجوا من هذه المدرسة. ماكس، لا توجد فتيات جميلات في مدرستهم، ماذا قلتم؟ لم يكن عليكم أن تأتوا، أنتم تغارون لأن المشجعات ليسوا معكم. حسناً. يا إلهي، ليالي هذا كثيراً جداً. يجب أن ننادي عن المشجعات فوراً. سمايل، ألم تروا المتمردات؟ نحن عنهم أيضا. إنهم في الحمام. شكرا. انتظروا، سأذهب معكم. انظري، يا له من قميص جميل. أطلبيه. تبا مغلق، متمردات أنتم هنا؟ ماذا حدث؟ هنالك شجار قرب الخزانات. متمردات، افتحوا، أمر عاجل. حسنا فتيات، هيا، لقد بقينا هنا مدة طويلة. متمردات، إنه أمر طارئ. عندما تدعو المتمردات أحمر الشفاء لا يكون هناك شيء طارئ. كان أصدقاؤكم الجدد يتشاجرون مع سمايل. ديانا، يجب أن تهدئيهم. فتيات، ماذا؟ لدينا تدريب. هاي متمردات، أجل، هذا المقال سيكون مذهلا. لاعبو السلة والأصدقاء الجدد يتشاجرون على المتمردات. تبا، سأريك سماي. سأريك تيمون. لما يركضون؟ لنكب هذه السراويل لهذه القمصان. سمايل، ما الذي يحدث هنا؟ لم نفهم. ديانا، ألا تفهمين الترابط الذكوري؟ أجل، أنا وسمايل صديقان الآن. رأيت كنوبا تركتني، وستتركك أنت أيضا. أجل، لنخرج ونلعب كرة السلة نهاية الأسبوع. بل كرة القدم. كرة السلة. كرة القدم. كرة السلة. لا أفهم، أهذه مزحة؟ ماذا يحدث؟ ماركوس، تعال هنا. إيغور، ابتعد عن تيمور. جيرا، ماكس ليس كما يبدو لك. شكرا لله، لأن سلافا لم يأتي هنا اليوم. اسمعوا فتيات، لما جئتم هنا؟ اذهبوا وتدربوا. إذا ماركوس، ماذا عن حفلة العزاب في منزل اليوم؟ هل ستأتون؟ أجل أولاد، أتذهبون؟ سنأتي. العزاب هم الأروع. العزاب؟ ما الذي يحدث؟ ماري؟ أي ماري؟ لا يوجد سلافا.
حسناً أولاد، بعد التدريب سنتحدث معكم. سنتحدث. شباب احذروا، إنه مقهى المدرسة وليس نادٍ. شباب مهلاً، الأطباق هنا يمكنها أن تتكسر. بنات، الكوكتيل الذي تشربونه بعد التدريب. بأي نكهة؟ البطيخ، انتهى الأناناس. نحن سعيدة لأنه انتهى. كوكتيل الفراولة الخاص ببوني لم ينتهي أبداً. نحن لسنا بوني، نحن فروكس. نحن فروكس ومشجعات أيضاً، والأناناس يجب أن يكون دائماً. روميو، ماذا ستأكل؟ عمي مايك، ليست لدي شهية. ماذا تقصد ابن أخي؟ لا أحد سيحتاجك دون قوتك. عمي مايك، لا تجبرني على الأكل، أنا كبير. مساء الخير وعمي مايك. مرحبا روميو. مرحبا بنات. آيس، أريد بيتزا بجبن مضاعف ونقانق مضاعفة وكاكاو. روميو، الفتيات ألقوا التحية عليك. سمعت عمي. مرحبا بنات. روميو، ما خطبك؟ أنت لا تعجبني، ربما سأتصل بوالدك ووالدتك. بالمناسبة ابن أخي المعلم مايك رائع، ما رأيكم؟ لا، ليس نوعي، لكنه حساس، من الواضح أن لديه روح حساسة. لا أريد التسكع معه. حسنا بنات، إن كنتم لا تحبونه سأحاول أن أتسكع معه. أنا روميو، كيف حالك؟ روميو، أجب. بخير. آيس، اصنع لي شيئا لأشربه، أشعر بالعطش بهذا الرقص. اسمعوا، أريد أن أغير ستايلي، ما رأيكم؟ هل سأبدو جيدة إن ارتديت أحذية طويلة وفساتين قصيرة؟ كيف سنعرف؟ لسنا مصممين. وأنا أظن أنك ستبدين رائعة وعلى الموضة. شكرا لك بيتزا آيس، أنا أريد الماء، أنا أتبع حمية. آيس، أنا موهيتو، وأضيف الكثير من الثلج، الجو حار هنا. ألف لا نو صفر الناس، سنري أولئك الأولاد. أجل، سنعلن الحرب على أصدقائنا السابقين. أجل فتيات، هذا ليس هو شعارنا، اتركوا هذا الصراخ لاحقا. أجل أصدقائنا السابقين. أجل، اسمع طالسما، لقد انتهى تدريبنا، لقد مرت تقريبا ساعة. لا، ليست ساعة، بل 55 دقيقة، بقيت 5 دقائق فتيات. طالسما، لا تعلم ماذا يحدث هناك؟ أصدقائنا السابقين تآمروا مع أصدقائنا الجدد. هذا كثير جدا ومستحيل. فتيات، كيف أمكنهم فعل هذا؟ شكرا لله لأن سلافا لا يوجد هنا اليوم. ماري، لا نعرف ماذا عن سلافا، ربما اتصلوا به سابقا. طالسمان، وداعاً، لقد سئمت من هؤلاء الأصدقاء. إذا شباب، أنا أكتب مقالة، أتعرفون ماذا؟ اليوم كان هناك شجار بين أصدقاء المتمردات الجدد ولاعبي السلة. ما رأيكم؟ من بدأ أولاً؟ ليالي، يانا، أحقاً تظنون أننا نهتم بهذا؟ لقد جئنا هنا كي نستمتع مع أصدقائنا. وأنتم تتحدثون عن هذه المقالات، كيف ديما أخبرهم أن يرحلوا؟ فتياتنا ليسوا مهتمات بمقالكم، فتياتنا ليسوا مهتمات، إذن هيا ارحلوا. ألا تفهمون، هذا مهم جداً للمدرسة. لكن نحن لسنا مهتمين من تشاجر، لذا اذهبوا. ليالي، كيف تجرأوا على التحدث معنا هكذا؟ كارينا، أتريدين درجة عالية في الكورال؟ أريد، وماذا؟ إذن ماذا يعني هذا؟ إذن مهم، شباب، لنخبرهم ما رأينا، من المذنب، لاعبو السلة أو الأصدقاء الجدد؟ المتمردات مذنبات، كل شيء بسببهم. أجل، تورطت كثيرا بسبب ديانا. ديما، لا نتحدث عن ديانا، نتحدث بشكل عام. أجل، لقد رأيتهم في الردة. برأيي أنا، لاعبو السلة هم المذنبون، الشباب كانوا جالسين فقط. راين، هل نسيت أنهم رفضوا إجراء مقابلة معي أم ماذا؟ أجل، إنهم يثيرون المشاكل. حسنا، لقد عبرنا عن رأينا، والآن من فضلكم اتركونا وشأننا. ديما، أحبك كثيرا. أنا أحبك أيضا. بنات، لنذهب ونسأل أحدا آخر، لأن الرومانسية بدأت هنا. هيا. اسمع كيف، لنتراهن على من سيقبل أطول. لنتراهن، هذا سهل. حسنا. أربعة موهيتو. بنات، لما أنتن غاضبات؟ بيتزا، أتتخيلين؟ أصدقائنا السابقين أصبحوا أصدقاء أصدقائنا الجدد. أتتخيلين كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ هذا أمر فظيع. لا، هذا مستحيل، لا أستطيع تخيل أن أصبح صديقة صديقة آيس سابقة. بيتزا، مضحك جدا، لا أهتم لآيس أبدا، اصنع الموهيتو. ناسيا، ليس الآن، يجب أن نعيد أصدقائنا الآن. أوه، الأصدقاء الرائعين هنا. ماركوس، ألا تريد أن تقول لي شيئا؟ حقا، أصبحتم أصدقاء، هذا ليس عادي. آيس، أتتخيل هذا؟ صحيح. بيتزا، لا دخل لنا في هذا، اسألي الأولاد ماذا يريدون.
إذن أولاد، يوجد هنا لاتي لذيذ وشوكولا ساخنة لذيذة وبيتزا لذيذة والنادي لبيتزا جميلة أيضا وطبخ آيس لذيذ جدا. إذن شباب، يجب أن نحتفل بصداقتنا، يجب أن نحتفل. بيتزا بيتزا، أحضري 6 بيتزا و6 شوكولا ساخنة وارفعي صوت الموسيقى. حسنا فتيات، أنا مصدومة، هل سيحتفلون بصداقتهم؟ بيتزا إنه طلب كبير ولاعب السلة مزاجهم رائع، لابد أن البخشيش سيكون كبيرا. وأنا أتساءل لما أشعر بالحق في يدي اليسرى. بيتزا لأجل المال، المال. ماركوس لا أفهم، لا تريدني بعد الآن؟ سمايل أخذ مكاني الآن؟ ديانا ماركوس سأشرح لها كل شيء. ديانا لا تتدخلي بين الأولاد. لما تتحدث مع صديق السابق؟ هذا ليس عاديا. قلت أنه أحمق لكنه شاب رائع. ماذا؟ اسمعي كنوبا، اذهبي واشربي الموهيتو. شكرا لله أن سلافا ليس هنا اليوم، شكرا. اسمعني جيدا جيرا، لدي صديق سابق واحد ولا أريد أن أحصل على آخر، لهذا أمنعك من التحدث مع ماكس. اسمعي ماكس شاب رائع، لقد قرر أن يلعب كرة القدم. كرة السلة. كرة القدم. كرة السلة. ماركوس. ديانا اذهبي. فتيات، تعلمون ماذا؟ أعتقد أنه لا يوجد شيء يفعله الغرباء في المدرسة، حان وقت الذهاب لنشتكي للمعلم. ديانا لن تفعلي هذا. ديانا ربما أنت خائفة أن يقول سمايل عنك شيئا. لا ماركوس، لا شيء هناك لأخاف منه. بنات، إلى المعلم ماهر. نراكم لاحقا. كنوبا أنت لم تتغيري، اسمع، هي دائما متقلبة؟ أجل، لهذا السبب انفصلنا. هل أمسكه جيدا؟ أجل روميو، يجب أن تكون قويا مثل عمك. معلم مايك، لقد أذهب لنا. ماذا؟ من؟ هاي روميو، روميو ضعي المضرب. بنات، ماذا حدث؟ هل تشاجرتم مع فروغز؟ لا معلم مايك، أغضبونا غرباء في هذه المدرسة. معلم مايك، أتعلم لا يوجد شيء ليفعله الغرباء في المدرسة. أيمكنك أن تطردهم؟ شكرا لله أن سلافا لا يوجد هنا اليوم. غرباء هنا؟ أين هم؟ في المقهى. عمي سأذهب معك. فتيات، لا يجب أن نفوت هذا. إذن بنات، من أساء لكم؟ هؤلاء. معلم مايك، سنشرح لك كل شيء. معلم مايك، لا أحد أساء للفتيات. بلى معلم مايك. لا شيء أن تفعلوه هنا. معلم مايك، سأشرح لك كل شيء. الفتيات. معلم مايك، لا أحد يجب أن يسيء للفتيات، الغرباء يجب أن يرحلوا، وإلا سأحضر المضرب. سمايل، ماذا نفعل؟ أنا أنسى؟ لا أولاد، لا تنسوا، الأفضل أن ترحلوا. أولاد هيا. بنات، ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم أنتم؟ سنتصل بكم لاحقا. لا حاجة لتتصلوا بنا، وأنتم أولاد لا تتباهوا، وابقوا بعيدين عن أصدقائنا. شباب، لما تحزنون الفتيات؟ معلم مايك، هم من قاموا بإفساد حفلتنا للعزاب في منزلي. لا، إيغور أرسل لي، قال أنهم سينتظروننا بعد الدوام. معلم مايك، كل شيء جيد جيد، فقط أخبر روميو أن يفتح قبضته. شباب، أنا مصدومة، أصدقاؤنا السابقين يقفون في طريق علاقتنا، لكن لا بأس، نحن الفتيات سنحل كل شيء. إذن دعوا يا جابر، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا. وداعا أصدقاؤنا السابقين. عمي مايك، تريدني أن أهتم بهم؟ روميو اهدأ، سأحصل على فرصة لأهتم بهم.